محاكمة مصيرية هي الأولى في تاريخ رئيس أمريكي سابق دونالد ترامب إلى المحكمة في 15 من أبريل الجاري بتهم جنائية تتعلق بشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز. وخلال هذه المحاكمة ستشارك هيئة محلفين دورها البحث عن الحقيقة ومساعدة القاضي في إصدار حكمه، ستكون حاضرة للاطلاع على القضية. وكثيرا ما نسمع مصطلح هيئة المحلفين، فمن هم وما هو دورهم في المحاكمات؟ تعود جذور هذا النظام إلى عام 1765. لا يتم اتخاذ القرارات القضائية من دون الرجوع إلى هذه الهيئة المكونة من مواطنين عاديين يتم اختيارهم وفقا لشروط معينة، أهمها أن يكون الشخص مواطنا أمريكيا عمره لا يقل عن 18 عاما، ولا يوجد لديه أي عائق نفسي أو جسدي، ولم يسبق أن حكم عليه في قضية. هناك نوعان من هيئات المحلفين، صغرى وكبرى. يطلق عليهم المحلفين لقيامهم بحلف اليمين قبل سماعهم الدعوة وإصدار قرار فيها. يطلع أعضاء هيئة المحلفين على أدلة وحقائق عبر المحكمة، وبناء عليه تتخذ قرارا بالإجماع وتقدمه للقاضي أو هيئة القضاء لغرض الحكم في القضية.